سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا لا فيديو ديجا راهو بدا، مي حبيت نعيشكم شويه الاجواء الخريفيه في بدايه الفيديو. اون فات حنا عندنا الفصول الاربعه في نهار واحد، ما على باليش اذا المناطق كامل كيف كيف ولا غير هنا. بغاف اليوم كما راكم شايفين من العنوان راح نروحوا المحل جاي في الطلعه الكبيره تاع دار الثقافه اللي هو تظيره عروستنا. تظيره عروستنا فيه كل ما يخص العروس، من تظيره سواء عندك عرس ولا خطوبه فاتحه ولا شوفه راح تلقاي حاجه كلاس وتوب في المحل. حتى لي بوكس تاع ديكوراسيون اللي تحط فيهم العروس حوايجها تاع كوزميتيك ولا حوايج حنة ولا تصديرة راح تلقايهم متوفرين عنده. خليكم معايا كملوا لا فيديو، ما تروحوش بعيد لاني راح نعاود نرجع لكم في محل اخر. كامل البنات يحبوا هذا النوع من لي فلوج. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد، وخليوا لي اقتراحاتكم واش تحبوا نحط لكم. كملت الجولة تاعنا في محل تصديرة العروسة، جيسباغ يكون عجبكم المحل وعجبتكم التصديرة اللي عنده. نتمنى تزوروه كامل لأنه دار دي بروموسيون في جميع تصديرة، تما اللي عندها مناسبة غير ما تراتيش لوكازيون روحوا عنده ما كمش حتندموا. بعد ما كملت الجولة تاعي أنا وياكم وشريت اللوازم اللي خصوني راح تشوفوهم في الفيديوهات الجايين، فقط كونوا متتبعات أوفياء. راح تتغديت على الخفيف باش نعدلكم بازار فاميلي اللي جاي في لاسيتي بوزيد، وين كان زكراوي للأقمشة الراقية. كي توصلوا لثما سقسيو على بازار فاميلي، راه أونفاس لا توغيفال، يبيع ملابس نسائية ورجالية. هاد ليطاج يبيع ملابس عادي، مي ليطاج اللي راح نطلع له درك يبيع ملابس نسائية وماركات عالمية بالميزان. يبيع قش ألماني 100% ويبيع مام الأحذية. يعني روحوا زوروه وشوفوا واش خصكم، عنده ملابس تاع رجال تاع نساء، دي بيبي، دي جون في دي جون. خليكم دركا وتهلاو لي في رواحكم بزاف بزاف. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد. وراح تشوفوا في نهاية الفيديو واش شريت من عنده. شريت من عنده حاجة عجبتني بزاف وفيها عفسة صغيرة تاع الكريسماس، مي انا شريته على جال شتا. تبعوا لي الاخير وطلعوا لي في روحكم بزاف حبيباتي. مع السلامة في فيديو اخر. شفتي هذا شحال تعيش؟
شوف لي هذه تعيش. هذه انسان مدام؟ هي. هذه 126. Yes, ma'am.